اللي يطلب راس، صنع لإيلان والهدف الثاني. لاحظوا التقدم، لاحظوا التقدم، الانطلاقة القوية والتقدم مباشرة من كاكا، يمر من المدافع، خرج حارس المرمى، الكرة في مرمى الأرجنتين، والبرازيل تسجل الهدف الثالث بواسطة هذا الرائع اللي هو كاكا. لاحظ الانطلاقة القوية اللي تأتي، الانفراد اللي يصنع كاكا، وكاكا يسجل الهدف الثالث للبرازيل. شوف يعني مبلغ لا شك انه كبير، لكن شو راح نشوفه عبر الجزيرة الرياضية مع نادي اتلتيكو مدريد، اغويرو اللاعب اللي تلقى بطاقة صفراء قبل قليل. لكن لاحظ 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 اللاعب المهاري اللي يملك المهارة، يتقدم ويتلاعب.